قال رسول صلى الله عليه وسلم قال وما الجسر حتى تعلم عظمة الرحمن إنه ما يهلك عليه إلا هالك. قال مدحضة مزلة فيها خطاطيف وكلاليب وشوكة بنجد يقال لها السعدان يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، منهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كأجاود الخيل ومنهم من يمشي مشيا. ثم قسمهم قال فمار ناج ومسلم مخدوش، يعني يسلم لكنه يخدش، ومكدوس على وجهه في نار جهنم. ثم قال حتى تصل إلى الذروة، قال فوالله ما أنتم بأعظم مناشدة من المؤمنين يومئذ لربهم في إخوانهم، يعني من سقط يأتي من نجا يشفع له عند الله فيقولون ربنا إخواننا كانوا يصومون معنا ويصلون معنا ويحجون، فيقول الله ارجعوا فمن وجدتموه في وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه. قال عليه الصلاة والسلام فيحرم الله صورهم على النار. ما معنى يحرم الله صورهم على النار؟ الذين يذهبون ليشفعون حتى يخرجوا حتى لا تلفحهم النار يصبح هيئة محرمة على النار، فيخرجون أقواما فيقولون أي رب ما أبقينا أحدا ممن أمرتنا به، يعني من أذنت به أخرجناه ما بقي أحد، فيقول الله ارجعوا فمن وجدتم في قلبه نصف دينار من إيمان فأخرجوه. فيخرجون أقواما قد امتحشوا فيقولون ربنا لم يبق أحد ممن أمرتنا به، فيقول الله ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه. قال أبو سعيد راوي الحديث إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فيخرجون يقول ربنا لم يبق أحد ممن أمرتنا به، فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة، شفع النبيون، وشفع المؤمنون، وبقيت شفاعة أرحم الراحمين. فيقبض جل وعلا على أقوام في النار قد امتحشوا، ثم يلقون في نهر يقال له ماء الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في محيل السيل، ثم توضع على رقابهم الخواتيم ويقال هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة. ويقول لهم ربهم انظروا فما رأيتموه فهو لكم، فيقولون ربنا لقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين، فيقول الله جل وعلا ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ قالوا ربنا وأي شيء أفضل من ذلك؟ قال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. هذا الحديث وأضرابه لا يفقهه إنسان فيترك عمل، هذا جهل، إنما يفقه فيه الإنسان أنه لا يهلك على الله إلا هالك، وأن ربا هذه رحمته وهذا فضله وهذا إحسانه، لا يمكن أن يهلك أحد بعد هذه الرحمة إلا وفيه من الشر ما الله جل وعلا به عليم. وما الجوارح إلا تبع ما الجوارح إلا تبع لما في القلب. فمن خلصت لله تبارك وتعالى سريرته وسلمت نيته فليعلم أنه لا يمكن لأحد أن يكون أكرم من الله، وأن الله يقبل على من أقبل عليه ويتوب على من تاب عليه ويرحم من فاء إليه. قال وهو أصدق القائلين وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى.